ابو خالد عامل عم احمد عامل يا ابو خالد الله يبارك لك 100 100 والله تماثيل النهارده 100 100. يلا نبدا مع بعض. في صدف يا جماعه عند الصدف ده جميل. الصدف ده جميل جدا. اولا جميل وده يتسلخ ده لا ده يتقطع على طول يا عم احمد. طب انا عملت سنجاري ايه رايك بقى؟ الكبير بتاعه بيستلخ وبيتقطع. طب ايه رايك انا عملت سنجاري بالجمبري؟ سنجاري والله جميل. ايه رايك؟ سمكه جميله يا جماعه في الشوي ممكن لو انت مش عايز جمبري هتلطفها كويس وتشرحها تشريحتين كده وشويه زيت بكركم وتقطيه وتخش لي برده وتعمل شوربه صياديه. صدف جميل في كل حاجه ولحمها ابيض لحمها جميل زي الشعور. هو عيبها الوحيد انها مش دسمه يعني سمكيه حلوه مش سمينه. الناس ما بتحبش السمين يخش على الصدف. سعرها جميل يا عم احمد ب 100 جنيه ايه ب 100 جنيه لا مؤاخذه يا جماعه انا غصب عني قلت ايه دي ولا ممكن امسحها من الفيديو. لا واسعار جميله. لا انا ب 100 جنيه ب 100 جنيه انت حلو يا احمد الله يبارك لك يا جماعه. تاني الصدف بكام؟ ب 100 جنيه والعجام دوت خطير ب 100 جنيه. العجام ده انا واحد من الناس عمري ما اكلته بخاف من شوكه. معلم خالد بتاع الحلو الله يبارك لك. ايوه سودو ما فيهاش شوك. ما فيهاش شوك لا الخرمان هو اللي بيشوك. الخرمان بيشوك لكن ده ما فيهوش. طب اكلها لي اكلها لي واكلها للجمهور. تتقطع طرنشات دي وتتعمل طواجن. طاجن في الفرن. طاجن او حط معاها بطاطس تحط معاها فلفل الوان. طاجن او عليها ملاش حل زي اللوت في الاكل. زي ايه؟ زيها زي اللوت على ضمانة الله. والله يا جماعة العجام ده أنا عارف إنها سمكة شرسة جدا وصعب إن حد يصطادها. سمكة جميلة شديدة. العجام بيقول لك نظفها كويس من القشر والجعانف والبطن والخياشيم وتتقلي وتتعمل طواجن وقطعها جزل قلي أو قطعها جزل لحمها أبيض جميل. بكام دي على كده؟ ب 100. يبقى هنا 100 وهنا 100. رمضان حلو والله يا أحمد والله رمضان حلو رمضان. تمام وعندي اكيد عارفينه حريد. اكيد عارفين الحريد ده. لا انا اكلته مقلي وكلته شوربه حلو. هو لحمه ناعم بس جميل في الطواجن. ده الحريد. ابو غريب ده ولا لا دي برده دي برده حريد تشكيله الحريد. الحريد ده برده نزل عن 100 لا ب 80 شفت 80 والله ما قلت له. انا قلت لك على سعره ولا ولا لا لا. ولا الحمد لله عندنا لا خبره لا الحمد لله. ايوه طبعا عندك خبره طبعا. ازاي يعني البورصه كلها عندي الحمد لله. ده يبقى ده 80 يا جماعه. خد واكل عيالك واعمل شوربه واقلي وكل بصحه وعافيه. رز صياديه رز ابيض الحريق كل حاجه ولحم ابيض. تمام الناس اللي بتحب اللحم الناعم الحريق ده لحم ابيض وناعم جميل. زكله ابو لمونه دي بقى ابو لمونه العرض كده هنتكلم العرض كده عشان اوريها للناس. ابو لمونه دي قسما بالله جميله في الفيليه احلى من الدرافايه اهو. لا لا عشان بس بص اهي دي ابو لمونه علامتها يا جماعه ادي 1 2 3 4 5 دوائر سوداء احلى من الدرافايه. سمكة بحر احمر دي تعمل فيليه. انا بسالتك قبل التصوير قلت لك انا ما اكلتها. لا جميله والله انا اكلتها والله. قول لي جميله على فكره فيليه. انت عندك ثقه في حاجه. فاكر لما قلت لي على ابو درس انت اكلتها وانا ما اكلتهاش انا جبتها بقى جميله روعه الله يبارك. ابو عطيه او العفاريت انا الحمد لله بحب اجرب برضه. لا معلش انا بقول للناس ان اللي انت بتشور بيه تمام عندك ضمير اي حاجه تبقى في وشنا. برافو عليك يعني انت شورت عليا بابو عطيه وشفت عليا بابو درس. ابو درس ده برده جميل والله احلى احلى من الاماراي. ابو درس احلى من الاماراي والله فعلا ومليانه لحم وفص ابيض أوه. جميل اهو اهي يا جماعه اهو اهو ده ابو درس ده ابو درس يا جماعه ابو درس ده سمكيه احلى سمكيه. زي ما انا شجعتكم في لحمها ابيض شكلها سمكيه خطيره بالاسماك قبل كده ب 150 جنيه 150 بس سمكه خطيره سمكة احلى من الشعراء. بص العرض بتاعها بتاع ظهرها. بص يا جماعه الظهر بتاع العرض بتاع الظهر محمله والله انا بقسم بالله ان انا عملتها شويتها في الفرنه لقيت اكل منها فصوص جميله والله فصوص لحم مسكره. لحمها ايه؟ هات سكينه وريله لحمها عشان نوري الجمهور لحمها برضه. وعندي الجمهور ده لا استناني لسه ابو لمونه دي ما خلصناش فيها الكلام. ابو لمونه ب 100 ب 100 جميله ب 100 ابو لمونه جميله. بصوا يا جماعه الراجل بيقول لكم انا والله انا خلاص انا بقيت واثق فيك. سمكايه كلها لحم يا جماعه. على باشا الدنيس والشعور والامور الكمال والامور يا باشا قصها جميل ودسم جدا.
بس بص بص بسم الله ما شاء الله عليه. تستلخ يا احمد يا لا ما تستلخش. لا بص بص يا جماعه اللحم تستلخش. اللحمه اهو يا جماعه لحمها حط سبعك في النص كده وفشر اللحم. بص يا جماعه انا والله كلتها مشويه وتتاكل سنجاري دي تاكل سنجاري على كميه اللحم دي سمكه بسم الله ما شاء الله عليها. وبعد كده 150 لحمتها احلى من الشعرايه. بقول لك الحاج النهارده الشعور ب 250 و 300 جنيه وده ب 150 جنيه ودي 150 وده اطعم الشعرايه. وده انا اكلتها شوفوا خدوا شهادتي خدوا شهاده خالد حلوه جدا جدا في الشوي وفي القلي كل حاجه كل حاجه 150 وبالليمونه ب 100 ده 80 لا جم 100 الصدف 100 الصدف 100 ماشيين كده مع بعض يا جماعه زي الفل. وقفه لسه سمكه وقفه صحيه ب 200 جنيه عامله زي الكشري ابو ورده ولا هي كشري ابو ورده الكبيره؟ لا همور ده همور الفرخ 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 همور فرخ يا جماعه يعني كبير الحاجه فرخ يعني كبير سمكه خطيره. ما هو برضه الهامور والكشري كله عيله واحده. ده بقى في الفيليه جمبري يعملوا فيليه وتحمر منه جمبري 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 يعني سمكه جميله ومغذيه جدا. دي سمكايه ابو شوال دي ابو شوال ما اللي هو الهامور لا لا دي ابو شوال الفرخ الفرخ والشوال هو واحد. لا بس من الشوال لازم تسلخها ما هي فيليه تعمل فيليه سمكه ازاز وصحي سمكه حنينه خطيره يعني يا جماعه والهامور ب 200 جنيه والكبيره 170 جنيه 200 جنيه و170 جنيه البهار. البهار انا عمري ما شفت عندك بهار وحش. لا البهار جميل البهار جميل. جيب البهار ده منين بيجيبه منين في الفيليه بيجيبه منين البهار من الغردقه البهار كله ايوه منطقه الغردقه بصوا يا جماعه البهارايه كلتها مقلي انا بقول لك على انا جربته جميل بس فيليه فيليه ايوه فليه. ايوه 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 يا جماعه فيليه عشان لما تقطع يعني جزل يعني تشيل الجلد وتقطع جزل زي زي البانيه فيليه بتعمل فيليه بيتقلب وتعمل فيليه لحم كتل لحم ابيض كتل كده لحمه جميل بيتقلي يا جماعه طعم سكر جميل جدا ومش خساره فيه الفلوس ده يعدي ايه؟ المكايه جميله 180 180 اسعار جميله والله انا كنت بقول 250 جنيه قبل رمضان بص لا النهارده يا جماعه كل سنه طيبين فعلا لما بقول انا باجي الشارع الشعبي ببقى مبسوط فعلا 180 ده حجم ممتاز جدا وسعر ممتاز جدا وشاي بهار ايه يا جماعه بهار صحيين مش اي المحسن لوحدها اللي هي زعلانه من مين دي لا المحسن تبع المحسن هنا طبعا المحسن عادي هنجي له المحسن ده صدف ابو عدس ده صدف ابو عدس ده صدف ابو عدس ابو عدس ليه عشان النقط دي بيسموه عدس يعني لكن سمكاه برضو جميله ايه ب 100 برضو ب 100 ب 100 شويه بقى دي مش كشر انت قلت لي على اسمها ما ده عرس كشر عرس ده جميل قوي بقى عرس لحمته جميله لحمته ما بتكشش ودسم جميل دي كلها عرس لكن ابو ورده يعني ده احلى من ابو ورده يا قول لهم قول لهم السمكات طويله العرس دي قسما بالله احلى من كشر ابو ورده وعن تجربه اللي بيقولوا بيطلع مليون المية صح باذن الله صح ولا انا غلطان باذن الله سمكتين بسم الله ما شاء الله عليهم بكام ده بقى ب 150 جنيه 150 والزرابين الزرابين ب 150 في البيت انا كاتب الزرابين ودي شريفايه على زرابين ده شريفايه يا جماعه عشان ايه الموديل اصفر الهلال دي 150 واللي هو الكشر اللي هو 150. ايه كشر العرس كشر عرس كشر عرس دي سيوف مواس قصدي مواس 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 قلنا ليه بقى المواس ديت والله والله السمكيه دي جميله قوي احلى من ابو قطر عشان القشر بتاعها هي قشرها بس هي ما تشويش تقطع جزل تتقلي يعني تتنضف انت ما تقربلهاش يا عم الحاج انت تبعت الراجل يتخلص من القشر بتاع عشان حامي وبيعور وبعد ما تجي لك السمكيه خطيره جزلها جزلها تعمل الشوربه دي تعمل شوربه تعمل صياديه تعمل عليها السمكيه دي بقى في القلايه حلو احلى من الهامور كمان احلى من الهامور عارف انا بثق فيك ليه لانك انت مالكش مصلحه وعارف ان الناس بتجي لك اي حد هيجرب هيدعي وانت هتقف في الوش وانت دايما ما بتحبش حد ايه جاب من عند غيري السمكيه دي جميله بكام دي السمكيه دي ب 180 180 تستاهل الاصل الجميله دي هو الاصل شايف القصه هجمه اليومين بتوع بتاعتها القصه دي مش كده؟ المسلم بتاعها في بينا بطرخه؟ لسه بساله قال لي بطرخه يا جماعه ب 120 جنيه
الله عليك. ب120 جنيه. 120 جنيه. شوية قصة. دول شوي وقلي فقط. كل حاجة بدي شوي وقلي وقلية برضو ممكن تشرطها برضو. لو حد عايز ينقاها كبيرة يشرطها ويتبلها ويقليها جميلة. زي الحفارة واحلى من الحفارة كمان. زي الدنيس ما هي عيلة الدنيس القصة والحفارة. نيجينا بقى لبعطية ده. لبعطية. اول العفريت. سمكاية. انا كان عندي ضيف من السعودية. ابو عطية ده بقى لما بتعمل بالك يا خالد. كان عندي ضيف من السعودية. قال لي عايز ابو درس وابو عطية. قلت له يا عم حد ياكل ابو عطية. قال لي بقى ما تعرفوش. احنا عندنا في السعودية. جميل. السعودية والامارات. نحبه ولحمه جميل ومسكر جدا. زي الناجل. بتعمل في ليه? بيقول لي احلى من الناجل. انا فوجئت لما بيقول لي. ده احلى من الناجل. ايوه. بتعمل في ليه وتقلي التبل وتقلي خطير. دي ابو عطية. او العفريت ابو عطيه او العفريت اسمع ابو العفريت بس سمكه ايه ايه 100 100 100 100 انت على الخليج ده حبيبي الخليج بره الخليج التربيه والتعليم كلها الله يحييك حاج سيد الله يكرمك حاج الله يكرمك وده من احب عشاق جوار السويس الله يكرمك منور الدنيا اهو للذكرى وللاعمار قلنا بكبة 140 السمكه دي جميله احسن من ناجل بتتعمل في ليه عشان لما بتقطع انا خلاص جزل لما بتقطع جزل بتكش بتجلد لكن لما بتعمل بليه بيبقى طعمها خطير يعني كده ما كده كده الجلد لازم تتشال شيل الجلد تمام لكن هي طعمها خطير بمية وكم صحيه جدا زي الناجل في الاكل 100 وكم 140 ودي قلنا السيف بكم ده ب 180 طب تعال تعال المحسني وخمخم محسني على خمخم بكم ب 120 جنيه 120 كده يا جماعه الحمد لله مفيش مرة جيت السوق الشعبي يعني نورت السوق الشعبي بأمانة احنا اهو يا جماعة السوق الشعبي الممر يمين وشمال عند مبنى الإدارة وادي يا جماعة الرقم بتاعه أمام الإدارة خالد الفحام أي حد عايز دليفري عايز نيل بتبعت مستوي يا خالد بنبعت مستوي يعني ممكن تبعت مستوي بس في الموقف اللي هو يقول لي عليه اي موقف يقول لي عليه يا جماعه اتصلوا بخالد وهتجدوا كل اريحيه في التعامل وفي الاسعار وفي الضمير صح كده يا خالد تمام منورنا خالد واقول لك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته